الدكتور يحيى عبد العظيم محافظ سوهاج، حدث رياضي كبير تستضيفه محافظه سوهاج، بطوله الجمهوريه للوش الكونغوفو. يعني ازاي شايف بعيونك هذا اللقاء وهذا التواجد الشباب الكبير في محافظه سوهاج؟ والله انا سعيد بافتتاح بطوله الوش الكونغوفو على ارض سوهاج ومشاركه 20 محافظه. الشباب 20 محافظه بيشرفوا محافظه سوهاج، وان شاء الله البطوله تكون ناجحه وهي خير دليل على استقرار البلاد وعلى ان الشباب بدا يندمج وبقى عندنا بطولات وعندنا شباب. فان شاء الله اقامه موفقه للجميع والتوفيق لكل الفرق، والاقدر واللي متدرب كويس هيفوز ان شاء الله. استاذ شريف مصطفى رئيس الاتحاد المصري لوش الكونغوفو، يعني ازاي شايف استضافه محافظه سوهاج لبطوله من البطولات الكبرى اللي بينظمها الاتحاد المصري لوش الكونغوفو؟ هو طبعا ده مش جديد على سوهاج ولا اهل سوهاج ولا سياده الوزير المحافظ، حفاوه الاستقبال بكل المحافظات اللي جايه. واحنا برضو احنا عايزين نعمل رساله للناس كلها او للعالم كله، نعرفهم اللي احنا بلدنا فيها استقرار، بلدنا فيها رياضه، بلدنا فيها خير. وده الرساله اللي احنا عايزين نوصلها لكل الناس، ما يبقاش الرسائل اللي بتوصل دائما اللي في مشاكل في البلد. احنا الحمد لله بلدنا بشبابها ورجالتها وحكومتها الحمد لله زي ما الناس شايفه كلها محافظات، 20 محافظه لما يوصلوا الصعيد وكلهم وصلوا بخير، ما فيش اي مشكله، ما فيش اي حاجه على الطرق اللي بتتقال، والحمد لله زي ما احنا شايفين الحفاوه اللي حاصله معانا هنا في سوهاج شكلها ايه. استاذ احمد الديب وكيل وزاره الشباب والرياضه بمحافظه سوهاج، شايف ان محافظه سوهاج لديها امكانيات بنيه وملاعب تقدر بها تستضيف بطولات كبرى في مختلف الالعاب الرياضيه؟ في البدايه انا اشكر الكابتن شريف ومجلس اداره الاتحاد ومعالي الوزير المحافظ على استضافتهم لهذه البطوله داخل محافظه سوهاج ورعايه معالي الوزير لهذه الدوره داخل سوهاج، حيث قدم الكثير والكثير لانجاح هذه البطوله. واتوجه بالشكر لمعالي وزير الرياضه برضه لان ادى دعم هذه البطوله بالملاعب والموافقات وخلافه، واتمنى لمحافظ سوهاج الفوز باذن الله. كلمة أخيرة من معاليك سيادة المحافظ يعني لكل أبناء محافظة سوهاج وكل شباب سوهاج الطموح في المرحلة القادمة. يعني بقول لهم المشاركة الإيجابية هي اللي هتبني مصر، فإن شاء الله كل الشباب يعني الرياضة طبعا لها دور كبير مع الشباب، ويعني الجسم السليم أو الأصحاء، يعني الرياضة مهمة جدا للشباب، فأنا بطالب الشباب بممارسة الرياضة، والحمد لله رب العالمين سوهاج فيها من الإمكانيات من الملاعب والاستادات والصالات ما يستوعب شباب سوهاج. ووزارة الشباب طرحت 18 مركز شباب للتطوير في محافظة سوهاج من أجل تطوير هذه المراكز لتقدم خدمة للشباب. التطوير هيشمل الملاعب والأجهزة، فإن شاء الله هتكون مستعدة لاستقبال صيف يكون ناجح بكل المقاييس لشباب سوهاج بإذن الله. شكرا أستاذ محمد لبيب عضو الاتحاد المصري للوش الكونغوفو، شايف أن هذه البطولة تقدر تفرز مواهب الرياضية في محافظات الصعيد للمنتخبات القومية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو يمكن محافظات الصعيد بتمتاز دايما بتفوقها في الرياضات الفردية، ولو لقيت اهتمام ممكن تحقق بطل عالمي، واحنا الحمد لله عندنا مجموعة من الأبطال في سوهاج، وسيادة المحافظ شخصيا متبنيهم، وبنحاول إن شاء الله نوصل للعالمية، ومع كابتن شريف في لعيبة في منتخب مصر، ودي بتبقى سابقة أولى لمحافظة سوهاج، وأحمد بيت دي ما بيتأخرش معنا في أي دعم للمنطقة وللاتحاد إن شاء الله. شكرا لحضرتك. شكرا سيادة المحافظ. السلام عليكم.